هكذا بدأ المشهد في قصر العظم بقلب المدينة القديمة في الحفل الذي أحيته أوركسترا دمشق برعاية وزارة الثقافة، حيث تمازجت المقطوعات الموسيقية مع هذا النمط العمراني المميز للمدينة. برنامجنا اليوم منوع ما بين الطربي وما بين التراثي، وبنفس الوقت نحن اليوم رح نبدأ الحفل بتحية إلى الفنان والقامة السورية دياب مشهور اللي تربينا على أغاني. مين منا ما بيعرف على المايا؟ نترحم على روحه، واليوم نحن بمناسبة أنه كون أول حفلة بصير خلال يعني بعد وفاته، فمنقدم له تحية لروحه، إضافة إلى عمل لقان الهوى لعبد الحليم حافظ رح أدي اليوم ريان جريرة هذا الصوت المميز والواعد. رح نسمع أم كلثوم من صوت فاتن صيداوي فات الميعاد، رح نسمع بعدين أغنية فيروز ووديع من صوت ريان وفاتن والكورال من خلال سهرة حب. هذا المكان الساحر دائما له خصوصية بقلبنا، له واقع مميز. بدك كمان تنقي برنامج اليوم يكون مميز يناسب هذا المكان الساحر. نحن اليوم كموسيقيين من زمان بيعنينا هذا المكان كثير لتراثه لعراقته، فبتحسي أن الحفلات دائما لها نكهة خاصة فيها. إن شاء الله رح يكون برنامج ممتع ويستمتع الجمهور معنا. تنوعت الأغاني والمقطوعات الموسيقية لتشكل باقة ترابية استحضر من خلالها الحضور قامات فنية تعود إلى الزمن الجميل. أنا مشاركة بأغنيتين، أغنية فات المعاد ترابية للسيدة أم كلثوم، والأغنية الثانية هي سكتش سهرة حب طبعا مع الفنان ريان دويتو. وهي مو أول مرة أنا بشارك فيها بحفل بقصر العظم. برمضان كان إلي مشاركة، وقبله كان عندي مشاركة حفل خاص كان فاتن تغني أم كلثوم، غنيت 4 أغاني لأم كلثوم بالحفل. وكتير أنا بحب أني غني على مسرح قصر العظم لأنه مكان أثري وجميل، والناس الحمد لله عم تيجي تحضرك حفلات. ونحن دايما منحب أنه نأكد على أغاني التراثية والأغاني الطربية، أغاني الزمن الأصيل والزمن الجميل. وكتير بنبسط لما بلاقي في ناس عم تيجي تحضر هيك نوعية من الأغاني. مو أول مرة نحن مشاركتنا بقصر العظم، ولا غنى أبداً أنه دائماً نعمل مشاركات بحفلات مميزة مثل قصر العظم، لأنه دائماً بيجي عليها حضور موسيقيين ومذوقين جداً بالموسيقى وعندهم خبرة كبيرة. هذا الشيء بيعطينا حافز كونه نحن هويتنا موسيقيين أكاديميين دارسين كلنا موسيقى. فاليوم رسالتنا إن شاء الله رح نوصل كل شيء عم نتمرن عليه، كل شيء نحن نعرفه دارسينه بأحسن صورة خلال ال50 دقيقة اللي معنا. خلال مشاركة اليوم رح أقدم قطعتين. أول قطعة هي جانا الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، ومشاركتي الثانية هي سهرة حب مع صوت صبية مدام فاتن صيداوي. حفل فني هو بمثابة رسالة فن هذا المكان العابق بنبض التاريخ، ويؤكد أن سوريا هي بلد التدوين الموسيقي الأول.